بسم الله. سؤال باتا لو ما حكم صيام النصف من شعبان أو أيام البيض فيه دون غيره من الشهور؟ ما قال السؤال قردنا محلو بالله بي. سؤال شو حيلة هاي حاو حنفل يا و وعشان يطمع شعبان بريو كلمة للسوم كراه إن كان هران سو سوم تشرين سؤال شو أنت سنكف هامي جوابتنا وحوي والعلم عند الله علم الله يسكون من دافين بيش الشعبان وحي شان يطبان كيدادا من السومي كرام مسمايا سون سنة عم الله بالله بكرا ننك سون سووتي سون عادة علىها ومالين سومي تري ماين أفرو تري أما مالمها بيت كي صدح يطبان كي أفر يطبان كي شان تنك سومي تري أما قضل لها ننك عادة صولها أيضا مرا مالين سومي كرا أدل أنا عدي سمدها أيضا لكن تلقى النقاش يحوي شيء طبعاً كشعباني الدم بيني ما نصون سنة سوسة ومشرم ما بالله بكره علمود وحيد بدنيه إلا بالله بكره لسوم كره حديث صحيحين ك بين أدلي شدين لا تتقدموا رمضان بصوم يوم أو صوم يوم أو صوم يومين عفوا النبي محمد وشعبان سوم شر وحي رب مويه النبي يقول يري بشا رمضان يعني لقله هرمرين لبما المضو شعبان أما ما لين شعبان ودمات كيا سقال لباطن يسدي لباطن يتطبيع لباطن تصوص سنتان رمضان هكو دبا قوانين بلا هكلا سارة إذن عديد توحيد المامين إن شعبان ودم بلسوس ومكر شان يتمنى كهوريو شان يتمنى كالدنبابا لبدا بريو الدم بي سبا مويين نبي قونا وحي ربو بكتك جري جمهور تهال كاسي قبان أنك الشافعي ذا حديث قطمت إذن تصف شعبان فلا تصوموا أيان دليشنا جماعة من أهل العلم كتجي شافعي ذو إمام الشافعي كوكي هاي وحي قبان شعبان هذي كلا برانتبا أو شيء طبعاً كورؤوت تجو مالك اللي هي طبنات إن أنصون سنة إلا بالله بكريم مد سوس على لقمة الله يو هذا سوجر تي لقمة الله يو مد عصمنا إلا بالله بكرنا سنة لبذا الرأي باشرة لبذا الرأي مرك إنه سوكي إنه بريتوال السومي كرام مد إجماعاً معي لي شيء طبعاً كده ما بريمها إذا حكجرتها شيء طبعاً كوري كميتها هاي وذاتك قبل شيء طبعاً كده بالله ما بالله بكرسون وشافعي ذا رجل الله المالانا مدي دونه شيء طبعاً كله صون وذاتي هران بقبل شعبان ورنا وافسحان تاينا مدي دونه مركب بريتو أو ليلة نصف من شعبان أدو تقانا يعاول ليلة حقن ليلة حقن بسم الله ورنا جرتيبي ولا سومي كرا وحمرنا ماله والله سبحانه وتعالى أعلم. نينك أيام البدء سوم هاي نينك وما قاها يا شعبان شيء طبعا قد حسابك لا كنت ربا وفس عيني